يعني احتجنا اننا نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي وما عندناش درايه انه متوفر في السوق الجزائريه. رائع هذا الموديل، هضرينا عليه. فوالا حبيت ندير ان موديل هكا بلا كولور، هذه بالذات باسكو بزاف العرايس يدومونديو لي عبايات يكونوا كلير فوالا باش يلبسوهم ابخي ابخي العرس تاعهم تكون عندهم عرضه اي تو. احنا نعرفوا يعني العروس الجزائريه تخير حاجه يعني تكون يعني زهري فاتح بيضاء تكون باج ايضا. اذا نشوفوا هذه مسح عندها الدخلاني تاعها هو عباره عن فستان وي عبايه القصه تاعها تجي هكا لي مانش شوف سوري تحتها فوالا شوف سوري مع لا روب تاعها وزدت لها هذاك لو ديتاي تاع لو غالون. يعني نسيت لو ماكسيموم اني نشوف حاجه اللي ماهيش دايره بزاف. نشوفوا انه يعني العباءه من برا تكون عريضه ومن العكس تاع الفستان يعني الداخل. من الفستان راه عريض من الداخل. يعني الحزام هو اللي راح يتحكم. فوالا فيه. جميل. ونوع القماش ربما لازم يكون فضفاض ما يكونش يلبس. تيسو هذا لاسوا جونغ سبيسيال تاع عبايات فوالا يكون سوبل و اون ميم طون ما يبينش زهري وردي هذا ثاني واقيلا العرايس. هاد لي دو موديل سبيسيالمون العرايس فوالا باسكو يحبوا لي كولور هادو كلير روز بيج البلون. يعني موديل جميل الصراحة، حتى تفاصيل تاعو يعني بسيطة جدا، وكاين تنوع يعني في الموديلات تاعك مريم. منين يجيك الالهام يعني كيفاش تبداي ترسمي الموديل تاعك؟ انا يعني الصراحه يعني كاين تنوع في العباءات. انا الالهام برسك ديما يجيني من الطبيعه فوالا، كيما هاد لو موديل نشوفوا فيه اوراق صحيح مام هادو مخدومين الاما. نشوفوا الاوراق مع مروان ربي رافقنا اليوم فلوكوتي. وكان عارضة فقط توري لي يدها اليمنى باش نشوفوا الاوراق صحيح. هذه الاوراق ايضا انت يعني طرز يدوي ولا نو؟ هادو جوغ جيلاتين نخدموا هادوك الوراقي ونعمروهم تعمر الام يعني باليد. باليد يقعد يعني كلش باليد. انت اللي تقومي بالطرز ولا الخياطه تاعك يعني بالتعاون؟ وي يعني جميل جدا هذا التفصيل يعني الصراحه. لو كان دور ايضا العريضه باش نشوفوا الموديل اذا تقدر فقط اذا امكن. يعني حتى الالوان جميله ماشي كيما هذيك العباءه الكحله اللي مالفين نشوفوها يعني. وهاد الالوان يعني تناسب الاعراس والمناسبات. نشوفوا نفس التفصيل في الجهه اليسرى من تحت ايضا بطريقه بسيطه جدا. هذا الموديل شحال التكلفه تاعو؟ 8500. جميل. انا اسعاري ما تجاوزش المليون. وي في رمضان يحبوا يلبسوا بزاف عبايات. رمضان العيد فوالا. جميل. والاقبال في سكيك ده يعني البنات يحبوا العباءات؟ يحبوا بزاف. ديجا مؤخرا نشوفوا في العبايه ولا توندونس. صحيح. بزاف يحبوا ستيل عبايات. صحيح. وحنا على بالنا يعني من عاداتنا كجزائريين في العيد نشوفوا انه عندنا المهيبه تاع العيد وين العائلات يدوا العباءه للعروس اللي مازال ما جات للبيت. عندك طلبيات من هذا النوع؟ وي عندي. بزاف بزاف اللي تقول لي اني حبيت نكوموندي هكا باسكو راح يجيبوها لي في المهيبه اي تو.